محمد الحسن. Replaced by number 77 محمد الحسن. محمد الحسن هنا كرة مسددة وهدف أول. هدف أول لمصلحة محمد داود. الأردني يسجل لمصلحة الحد البحريني الهدف الأول. كرة مصوبة بعد لعبت ركلة الزاوية وبالتالي مباشرة للمرمى، تصل لمرمى الوحدة لأن يتقدم الحد البحريني بالهدف الأول. محرق الوحدات الوصول عن المجموعة. هنا كرة رأسية وفرصة الثاني نفس اللاعب محمد داود يسجل الهدف الثاني لمصلحة الحد البحريني وينهي ربما النقاط الثلاث. اللاعب الذي سجل الهدف الأول هو من يسجل الهدف الثاني أيضاً.